احنا يعني في منتهى السعاده النهارده واحنا بنوقع هذه الاتفاقيه مع هواوي. هواوي طبعا مع كلنا نعلم هواوي قد ايه هي شركه عالميه، شركه متميزه، وطبعا وجودها في مصر ده شيء احنا كلنا بنعتز بيه، وكون هواوي يعني يكون عندها هذا البعد وهذا المفهوم الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي وتتعاون مع الجامعات المصرية وفي اكتشاف المهارات والمواهب في اللي ممكن تفيد فعلا مصر وتفيد الأمة العربية وتفيد العالم كله في مجال التالنت، في مجال التكنولوجي، في مجال البروجرامينج، في مجال التطبيقات الذكاء الاصطناعي، في مجالات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. فده شيء يعني بصراحة مقدر جدا لشركة هواوي. احنا الأكاديمية طبعا بصفتها واحدة من الجامعات اللي هي أو منظمات العمل العربي المشترك في مصر بنشوفها كجامعة كبيرة موجودة في العديد من محافظات جنوب مصر العربية أفرع ليها، ففيها عدد كبير جدا من الشباب المصري والشباب العربي. فأعتقد توقيع هذه الاتفاقية هيكون فرصة كبيرة جدا أنه يجهز الشباب ويسلحوا بالتقنيات وبالأدوات اللي هي فعلا بتمكن أن احنا نتواكب ونتوافق مع متطلبات النهضة اللي بتعيشها مصر والمشروعات القومية العملاقة اللي بتبنى حاليا، وبيصب كل ده في نحو إنجاز وتحقيق الأهداف اللي موجودة في رؤية مصر 2030.